إطلاقي سراح زوج نانسي عجرم وتفاصيل مثيرة يكشفها شقيق فهد الهاشم. أهلا بكم. بعد يومين من توقيفه على ذمة التحقيقات بواقعة قتله السارق الذي اقتحم منزله، قررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غدا عون، قررت القاضية غدا عون إطلاق سراح الدكتور فهد الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وجاء قرار القاضية اللبنانية غادة عون بعدما استمعت إلى إفادة الدكتور فهد الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في إطار التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة. لكشف ملابسات الحادثة التي وقعت في منزله وأدت إلى مقتل شخص تسلل إليه بهدف السرقة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. وقد أثارت الحادثة في اليومين الماضيين ضجة كبيرة بعد إقدام فهد الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم على قتل السارق عقب اقتحامه لمنزلهما في قضاء كسروان بقصد السرقة. وذكرت المصادر الأمنية حينها بأن لصا ملثما اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فهد الهاشم ودخل غرفة بناتهما. فحصل إطلاق نار بينه وبين الدكتور فهد الهاشم ما أدى إلى إصابة الفنانة نانسي عجرم بشظايا في قدمها ومقتل السارق على الفور على يد زوجها. أما آخر التطورات فتحدث شقيق الدكتور فهد الهاشم عن تفاصيل جديدة عن الحادث خلال مداخلته لبرنامج القاهرة الآن للإعلامية المصرية لميس الحديدي. وقال شقيق الدكتور فهد الهاشم إنه مع أسرته كانوا متواجدين بمنزل نانسي عجرم قبل وقوع الحادث بدقائق، وأن السارق انتظر مغادرتهم قبل أن يقتحم المنزل، مشيرا إلى أن هناك دقائق لم يعرضها الفيديو المتداول شهدت أحداث أخرى في الواقعة. وقال نهاد الهاشم شقيق الدكتور فهد الهاشم أن السارق هدد شقيقه لدقائق بسلاحه ورفض المغادرة مقابل الحصول على أموال، وأصر على خروج نانسي عجرم من مخبئها في المنزل. وتابع نهاد الهاشم ووضع شقيقه تحت التهديد النفسي قبل أن يستطيع فهد الهاشم ملاحقته وقتله، وقال إن شقيقه أصيب بارتفاع في ضغط الدم أثناء التحقيق معه، ولكن حالته النفسية تحسنت ومن المقرر مغادرته المستشفى اليوم واستكمال الإجراءات القانونية. ونفى نهاد الهاشم شقيق الدكتور فهد الهاشم ما تداول عبر مواقع التواصل حول عمل السارق في منزل نانسي عجرم، وقال إنه من المؤسف تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة. وهو ما أكده محامي الدكتور فهد الهاشم أيضا، والذي قال إنه لا توجد معرفة بهذا الشخص من قبل. وأشار إلى أن الواقع بالكامل التقطتها الكاميرات،
وكلها أمام جهات التحقيق. كما وأكد المحامي بأن الدكتور فادي الهاشم هو من سلم نفسه إلى القضاء بعد الواقعة، مشيرا إلى أن موكله ليس خبيرا عسكريا حتى يستطيع التعرف على السارق. وهو يرتدي قناع أو أن يعرف حقيقة السلاح الذي كان في يد السارق، مشيرا إلى أن الموقف كان عصيبا لدرجة أنه فقد أعصابه عن تهديد أطفاله. فقد أعصابه وأطلق عشرات الطلقات على السارق، وطالب بعدم المزايدة في القضية التي تعتبر دفاع مشروع عن النفس. يذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم بعد قصة حب جمعتهما في العيادة. حيث كانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تتابع علاج أسنانها، ومع مرور الأيام تكللت قصة حبهما بالزواج. فبطلب من الزوج تزوجا مدنيا في قبرص، ومن ثم ونزولا عند رغبة الأهل أقاما حفل زفاف في فندق فينيسيا في بيروت. وقد تألقت نانسي عجرم خلال حفل زفافها بفستان جمع اللونين الأبيض والأسود، وبلغت قيمته يومها 65,000 يورو. وقد أثمر هذا الزواج عن 3 بنات هن ميلا وإيلا وليا. وتؤكد الفنانة نانسي عجرم أنها لم تختلف يوما مع زوجها الدكتور فادي الهاشم منذ بداية زواجهما. لم تختلف مع زوجها لأن فادي زوج متفهم وحنون ومثقف، ولا يعاني عقدا نفسية، بل يفرح لنجاحها ويقدم لها الدعم المعنوي. كما ويساعدها فادي الهاشم في تخطي كل المشاكل والصعوبات، وتشير نانسي عجرم إلى أنها تشعر معه بالارتياح. والثنائي الفنانة نانسي عجرم والدكتور فادي الهاشم يحرصان سنويا على السفر للاستجمام وتجديد النشاط، فيوليان ابنتيهما المزيد من الاهتمام. أما استمرارية الزواج في رأي الفنانة نانسي عجرم فتعود إلى تكاتف الزوجين في السراء والضراء، ومن وحي تجربتها تؤكد أنها إنسانة سعيدة في حياتها.